من أين أتى بقول إيش؟ بقوله شيئا قليلا ولا كثيرا؟ من العموم اللي في الآية. أين العموم في الآية؟ ها، يوم لا يغني عنهم، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. فشيئا ماذا يا إخوان؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في سياق ماذا؟ لا يغني. نفي ولا نهي؟ نفي. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم. فإذا قال لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا ولا كثيرا، يعني لن يغني عنهم كيدهم أي شيء ولا حتى ذرة. يغنيهم يعني يدفع عنهم، ينفعهم، لا يمكن. ولا هم ينصرون، يعني من يأتي وينقذهم وينصرهم، لا من تلقاء أنفسهم عندهم شيء، ولا في أحد يتدخل وينقذهم. فالنصرة تأتي من الخارج، فلا هم يملكون شيئا من أنفسهم من قوة، من قدرة، من حيلة، ولا في أحد يتدخل وينقذهم. فقال جل وعلا يوم لا يغني عنهم، يعني إذا وقع فيهم الكيد، فكيدهم الذي كادوه لن يغني عنهم شيئا من أنفسهم، ولا هم ينصرون من غيرهم.